اولا اصلاح الشوارع. الشوارع عندنا مستنقعات ما تتصور، حتى بالطراد ممكن تمشي فيها. يعني هذا شارع 5 يمكن اقدر انا اقول لك من اكثر من 25 سنه ما جازت الوزاره. عندما سقطوا اسم الكوره، مجرد اي عمل يصير في منطقه توبي تحتسب هذه من منطقه توبي لان اسمها انطمس. عندنا مساجد 4 معطله، يعني مسجد هدم لانه آيل للسقوط، ومن ثم لحد الان ما اعطينا اجازه بناء الحين اكثر من 4-5 سنوات اجازه بناء، وعند ما اردنا ان نحصل على اجازه بناء ما قدرنا نحصل لانه وثيقه ما في. وعندنا بالنسبه للمركز الشبابي، المركز الشبابي عندنا طلب في الوزاره من كذا سنه. البيوت التي تحتاج الى الصيانه، مجرد شالوا المركز البلدي، ما عندنا مركز، عندنا امانه. الامانه لحد الان من صار هذا القرار اصلاح البيوت اكثر من 3-4 سنوات ولا بيت عمروه في الكوره. وبالنسبه لشبكه المياه القديمه، شبكه مياه قديمه من سنين احنا نعاني كل يوم نبط بيب وشلخ بيوت الاوادم. هكو احنا مثل احنا هذا البيت الحين راح اروح اياكم تصورونه من شق وصفين، اكثر من المبنى مال الجرداب اللي صوره وطلع اكثر منه، واسره فقيره والى حد الان ما سووه ولا حركوا اي ساكن، مع العلم ان كل جميع الجهات المعنيه يعرفون عنه شلون طاع وشلون والسبب اللي خلاه، كله من الشبكه القديمه مالت المياه. عندنا مدرسه كبيره وفيها ساحات شاسعه، يعني احنا كفكر نقول ممكن استغلالها استغلال امثل حق شوارع، يعني يشيلون بس السور وتصير شوارع داخليه وفرعيه، او يصير حق ماركات مثلا حق المواطنين والمقيمين ويخفف هالازدحام اللي يصير في المنطقه بشكل مو طبيعي. هذا احد الاقتراحات، مو جديد، هذا قديم اقترحناه ازيد من مره، ويجون المسؤولين المعنيين ويعاينون المكان. المدرسه كبيره فيها مساحه شاسعه، ساحات كبيره، شيل السور وسوي شوارع داخليه او فرعيه. الاناره قديمه في الليل هني، مشكلة كلها أمور ترقيعية تصير في الشوارع، صيانة شوارع. يعني نحتاج إلى فعلا حلول جذرية حق هذه المشاكل اللي عندنا، خصوصا في البنية التحتية. عندنا البيت هذا اللي الحين موجود الآيل للسقوط، مسجل من قبل ما أيام المجلس البلدي الوسطى. جو المسؤولين عاينوا، جو وزارة الكهرباء، المنزل بيطب في اي لحظه. وراجعنا المجلس البلدي الجديد له امانه العاصمه، وموجود عندهم طلب موجود مسجل عندهم، محتاج بس نحرك الملف. البيت لا ممكن السكن فيه، الحين بتشوفونه، بنخليكم تزورونه زياره ميدانيه حق تتاكدون. وساحتنا اللي هني ساحه مالت هذا سموه الشيخ ناصر، امرنا لكل منطقه ساحه، واحنا من حقنا حق اولادنا ان يعني في الاخير احنا بيطلع لنا منتخب، بيطلع لنا هاي كلها يعني ناشئه تحتاج الى بيئه تلعب فيها. اليوم احنا لازم احنا نحصن الاولاد وهذا باحتوائهم عن طريق الرياضه، ونطالب باعاده رصف الشوارع كلش تعبانه، من بلطها للحين كلها ترقيع، بس ما سووا لها ارصفه ولا سووا اعادتها مره ثانيه. ومحلات تجمع المياه هذه الان ما سووا عليها علاج، وزاره الاوقاف الجعفريه، يعني نتمنى اعاده بناء مسجد السخانه من هدمه للحين صار لي كم سنه، فوق 5 سنين او ازيد بعد، ما اشوف يعني لحد الان ما طالبوا اعاده، طالبنا باعادته ما اشوف عاده. بالنسبه لموضوع البيت، كلمنا الممثل في منطقه الكوره ابراهيم علي شعبان، ممثل النائب زينب احمد عبد الامير. كلمناهم عن البيت، وموضوعنا قائم في البلدي، بس نبي الموضوع يتحرك، لان في اي وقت تطب البيت هذا على الشارع العام صاير.
من يتحمل مسؤولية دا طب البيت على الناس اللي طايفة بالسيارات يعني؟ وموضوعنا اوريدي في البلدي قائم يعني، بس يبقى لي واحد من يحرك الموضوع. احنا كنا ساكنين فيه نسمع اصوات يوم على يوم يوم على يوم. جاء اخوي بطل الجبس نص الغرفة وهجم الغرفة، هجمت يعني، هجرنا البيت. بالنسبة لشنو الليك الماي في نفس الموقع مرتين، صار الشارع العام هذا الليك صاير في الشارع العام اللي تطوف عليه السيارات، ونفس الموقع مرتين. وسوينا سيديات ودينا للنائب زينب عبد الأمير سيديين ودينا، وكل الصور موجودة وتثبت زين يعني أول بأول. وهم يحفرون الماء يجي من تحت الساس، الماء يجي سريع سريع، والصور كلها موجودة. أصبح آية للسقوط سبت شنو الليك الماء، الليك الماء من نفس الشهر في شارع العام، والبركت جو حفروا وطلع البركت، والماء من فترة إلى يكون يروح كله في الساس، يروح عقب ما جو حفروا الماء وين يجي من تحت الساس، يجي الماء